لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل الحديث حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديثنا السابع حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في المرة الأخيرة من المعجزات المتعلقة بالفترة المكية، وها نحن بإذن الله تعالى نشرع من اليوم في الحديث عن المعجزات في الفترة المدنية، ونبدأ ذلك بمعجزاته صلى الله عليه وسلم التي واكبت دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة. ونقف اليوم على معجزتين. المعجزة الأولى هي إخباره صلى الله عليه وسلم بتسخير الله عز وجل الناقة لاختيار منزله صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا، أي أنه يخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الذي سيختار منزله أي مكانه حيا، أي الذي سيعيش فيه حياته وسيختار كذلك مكانه الذي يموت فيه صلى الله عليه وسلم، إنما هي دابة سخرها الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أيها المسلمون، فإنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان أهل المدينة قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم يخرجون كل يوم ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مداخل المدينة، وفي ذلك شوق ينتابهم جميعا أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد منهم، فكل كان يتمنى هذا الشرف العظيم، فكلهم يتمنى أن يتشرف بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم حسا ومعنى، أن يتشرف بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم معنى، أن ينزل عليهم في المدينة بنور منهجه وشريعته، وأن ينزل عليهم في المدينة حسا بشخصه وشخصيته صلوات الله وسلامه عليه. فكان كل بيت في المدينة يتمنى أن ينزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة، وكانوا يتنافسون في ذلك. ولذلك كان كل واحد منهم يخرج كل يوم برؤساء قبيلته وأهل بيته ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال شرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وحتى لا يكون في صدر أحد منهم شيء من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت من بيوتهم دون سائر البيوت، أجرى الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة، وهي أن الذي سيختار وسيتخير البيت ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي دابة مسخرة من الله عز وجل هي التي ستختار منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك لا يحيك في صدر أحد منهم شيء، وعند ذلك يكون الرضا من الجميع بأن الأمر لم يكن فيه محاباة لأحد، لأنهم كلهم كانوا يتنافسون على هذا الشرف العظيم. ولقد ذكر أصحاب السير رحمهم الله تعالى وأهل السنن هذه الحادثة
وقد بسطها أحدهم وهو الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بسطا نريد أن نتناولها من خلاله، ففيه إظهار هذا المشهد بتفاصيله. فتعالوا معا لنسمع الإمام رحمه الله تعالى وهو يتلو علينا هذه الحادثة وما كان فيها، وهو يذكر علينا هذه الحادثة وما كان فيها من أحوال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: لما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى المدينة أرخى لناقته زمامها وهي تنظر يمينا ويسارا، وكلما مر على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم يقولون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم إلى القوة والمنعة. يعني يقف رئيس كل بيت أو قبيلة ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى النزول عندهم في قبيلتهم وفي بيوتهم: هلم إلى القوة والمنعة، نحن سنمنعك يا رسول الله، نحن عندنا من القوة ما نزود به عنك. قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي الذي سيختار المنزل هذه الدابة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي مأمورة بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال: ولما مر على بني سالم بني عوف سأله منهم عتبان بن مالك ونوفل بن عبد الملك وعبادة بن الصامت، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم عندنا في العز والثروة والمنعة، وفي رواية انزل فينا ففينا العدد والعدة والحلقة أي السلاح، ونحن أصحاب الخلائف والدرك، عندنا من الرجال ما نحميك به. كان الرجل من العرب يدخل هذه المدرة خائفا فيلجأ إلينا، يعني عندنا من عوامل القوة ما يحميك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أي شكرهم، ثم جعل يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وفي كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يردد قول الله عز وجل: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك وهو متبسم وقال: بارك الله فيكم. قال: فانطلقت حتى وردت دار بني بياضة، فسأله بنو بياضة ومنهم زياد بن لبيد وفروة بن عمرو، وقالوا له بمثل ما تقدم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى وردت دار بني ساعدة ومنهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة، فسأله بنو ساعدة بمثل ذلك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى مرت بدار بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله بنو عدي ابن النجار بمثل ما تقدم، يعني هلم انزل عندنا، وفي رواية أنهم قالوا له: نحن أخوالك يا رسول الله، هلم إلى العدد والمنعة والعزة مع القرابة، لا تجاوزنا يا رسول الله إلى غيرنا، ليس أحد من القوم أولى بك منا لقرابتنا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجاب من قبلهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت الدابة حتى بركت بمحل من محالهم، يعني بني النجار
أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في محل المسجد، قال البيهقي أو محل بابه أو منبره، أي أن الدابة دخلت بني النجار ثم ذهبت عند بقعة وبركت هذه البقعة التي صار بعد ذلك فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب المسجد أو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان ذلك الموضع الذي بركت فيه مربدا لسهل وسهيل بن رافع بن عامر، والمربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر، كان هذا المربد ليتيمين. قال ثم سارت وهو صلى الله عليه وسلم عليها حتى بركت على باب أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وهو من بني النجار، ثم سارت وبركت في مبركها الأول عند المسجد، يعني أن الناقة بركت أولا عند موضع المسجد، وموضع المسجد مربد لأيتام، وفيه إشارة أن موضع المسجد لم يكن ملكا لكبراء أهل المدينة حتى لا يتفاخر أحد ويقول قد بني المسجد في أرضي أو في أهلي أو في بيوت دار قومي، إنما كان ذلك ليتيمين، اشتراه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه مسجده. ثم بركت عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم رجعت عند المسجد. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ثم سارت وبركت في مبركها الأول عند المسجد. قال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشارت إلى منزله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، أشارت إلى منزله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا أن حياته ستكون في هذه البقعة، وميتا سيدفن في هذه البقعة، وكان ذلك باختيار الله عز وجل له بتسخير هذه الناقة في هذه المعجزة. قال وألقت جيرانها بالأرض، جيرانها يعني باطن عنقها، ألقته بالأرض يعني علامة على أنها استقرت. قال وأزرمت أو وأرزمت، أي أخرجت صوتا من غير أن تفتح فمها. قال فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا المنزل إن شاء الله، هذا المنزل إن شاء الله. واحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحله بإذنه صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته ومعه زيد بن حارثة، وكانت بنو النجار أوسط دور الأنصار وأفضلها، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يردد قول الله عز وجل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فكان اختيار منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش فيه بقية عمره في المدينة في هذه البقعة بتسخير الله لهذه الناقة التي اختارت هذه البقعة، وكان كذلك اختيار مكان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة التي صارت بعد ذلك بيتا له بجوار المسجد، ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. ووجه الإعجاز عباد الله في هذه الحادثة كون الدابة بهيمة لا تعقل، فالدواب لا عقل لها ولا تختار ولا تتخير، بل الناس هم الذين يسخرونها ويختاروا لها، فإن الله عز وجل سخر لنا هذه البهائم، نحن الذين نختار لها الطعام والمكان وغير ذلك. ولذلك وجه الإعجاز في ذلك كونها بهيمة لا تعقل، لكن الله عز وجل أجرى عليها ما يخالف قوانين الحياة فتكون معجزة.
أن تختار هي منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وأما المعجزة الثانية في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهي حلول البركات والخيرات على المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلول البركات والخيرات على المدينة حسا ومعنى، فإن المدينة بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تغير كل شيء فيها. وصدق أنس رضي الله عنه يوم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء. ولقد كانت آثار بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلوله المدينة ونزول الخيرات والبركات متمثلة في صور كثيرة جدا لا نحصيها في هذا الحديث، لكن نقف على بعضها. فمنها ما هو من قبيل المعجزة أي الخارق لعادة الحياة وقوانينها، ومنها ما كان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك وهو من قبيل المعجزة تغير مناخ المدينة. تغير مناخ المدينة، كانت المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوبأ أرض الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت أوبأ أرض، أي كانت المدينة تمتاز بجو وخيم ومناخ يبعث على الإعياء، فكان كل من ينزلها من غير أهلها لابد أن تصيبه حمى المدينة، ولربما يموت بعض الناس في ذلك. وقد حدث ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة. فلما هاجروا إلى المدينة ودخلوها أصابتهم حمى المدينة، أو أصابت كثيرا منهم حمى المدينة، حتى تمنى كثير منهم يوما من أجواء مكة التي هاجروا وتركوها. مكة جوها جاف، تقل فيه الأمراض بشدة، أما المدينة فكانت وخيمة وكانت الحمى فيها تضرب من يدخلها من غير أهلها، كما هو عادة وسنة الأماكن في الأرض إلى يومنا هذا. هناك بعض الأماكن تمتاز بحر شديد وربما رطوبة شديدة، أماكن تمتاز ببرودة شديدة، أماكن فيها جو من نوع معين، هذه سنة هذه الأماكن جغرافيا، ولا سيما إذا كان الإنسان يغير وطنه إلى وطن آخر زي بيقولوا بيغير جو، فعند ذلك ربما يصاب. فكيف والمدينة فيها حمى تصيب من يدخلها في الغالب وربما تؤدي إلى موته؟ وقد ظهر ذلك في مرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبلال الحبشي رضي الله عن الجميع. فقد مرض أبو بكر وبلال ودخلت عليهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسمعت منهما ما يدل على ذلك، أي ما يدل على تمني أن يتغير هذا المناخ وهذه الطبيعة الجغرافية أن تتغير. فلما كان ذلك ودخلت عليه جعل أبو بكر وتضربه الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله، وكأنه يقول أنا سأموت في هذه الحمى. ودخلت على بلال رضي الله عنه فجعل بلال يرفع عقيرته صوته لما أفاق من الحمى شيئا، وجعل يقول أبياتا من الشعر يتغزل في جو مكة ويتمنى أن لو كان هذه الأجواء المكية هنا في المدينة. فجعل يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن ماء مجنة وهل أرين
شامة وطفيل، يعني هل هيأتي هذا اليوم أن يتغير هذا الجو الفظيع الذي يؤدي إلى الموت ويكون كجو المدينة؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد البكة أودية فيه إذخر وجليل، أو حولي إذخر وجليل، نبات ينبت في مكة لطيف، وهل أردن يوما مياه مجنة؟ يا سلام على مياه مجنة التي على حدود مكة. وهل أرين يوما شامة وطفيل؟ هل هيجي علي يوم وشوف تاني جبلين شامة وطفيل في مكة؟ فخرجت عائشة رضي الله عنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم اذهب عنها حماها وصححها. قالت: فأزال الله عز وجل عنها الحمى، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تغير مناخ الأرض، تغيرت أجواء وطبيعة جغرافية قد مضى عليها من السنين ما مضى، تغيرت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحولت المدينة من أوبأ أرض إلى أفضل أرض، وتحولت المدينة من أبغض أجواء إلى أحب الأجواء، وتحولت المدينة إلى أحب البلاد في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فأحبوها أكثر من حبهم لمكة. ومما يتعلق ببركة دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحلول البركة والخيرات بها، ما كان كذلك في البركة التي جعلت في طعام أهل المدينة وفي كيلهم وفي وزنهم، وهو شيء محسوس على مر الزمان وإلى يوم الناس هذا. فإن كيل المدينة وطعام المدينة كل الناس يجدون فيه بركة، أي الذي ينتج في المدينة، أي الذي هو من المدينة، ثمر المدينة ونتاج المدينة، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دعا للمدينة بالبركة ضعفي بركة مكة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، أو نبيك وخليلك، دعاك لمكة بالبركة، وأنا أدعوك للمدينة ولأهل المدينة بالبركة ضعفي بركة مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذا أمر محسوس على مر الزمان، أن كل من نزل المدينة يرى في كيلها وفي صاعها بركة يزيد بها عن كل الكيل في كل مكان. ومن بركات مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة كذلك تقديس المدينة وتحريمها وجعل أحكام خاصة لها، أي أعطيت حرمة كحرمة مكة، وصارت لها أحكام كأحكام مكة في جوانب، ومنها أنها حرم لها حدود محرمة، وأنه لا يقتل صيدها ولا يعضب شجرها، أي لا يقطع شجر المدينة ولا يصاد الصيد في المدينة لأنها صارت حرما، فهي الحرم الثاني بعد مكة، وهذا من بركة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بركات الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ما كان من حراسة المدينة بالملائكة للتصدي لشرين عظيمين ألا يدخلها: الشر الأول الطاعون، والشر الثاني الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة تحرسها يمنعون الطاعون والدجال.
ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المتعلقة بالمدينة بركة الصلاة في مسجدها الأعظم واختصاصه بالروضة الشريفة، فإن الصلاة في مسجدها الأعظم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختص الله عز وجل المدينة بأن جعل الروضة الشريفة في بقعتها المعظمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن تكون الروضة في مكة، إنما اختص الله عز وجل المدينة بالروضة فجعل الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمدينة الراحة النفسية العظيمة التي يجدها كل مؤمن إذا دخل المدينة وإذا نزل المدينة، كل المسلمين يتفقون على ذلك، فإنه إذا نزل المؤمن المدينة شعر براحة قلبية عظيمة، وكل الناس يقولون ذلك، وأنت تسمع من عوام المسلمين ذلك، حتى أن بعضهم ربما يقول لك: أجد راحة في المدينة أكثر من مكة. والصحيح أن فضل مكة أعظم، لكن المدينة فيها راحة لقلوب المؤمنين. ولم لا عباد الله؟ وهي مأرز الإيمان الذي يأرز إليه المؤمنون ساعة المحن، عندما تضيق بهم الدنيا، عندما تضيق بهم الضوائق، من أفضل الأماكن التي يلوذون إليها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز كما تأرز الحية إلى المدينة، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما أن الحية تخرج من جحرها تبحث عن أسباب رزقها، فإذا خافت رجعت إلى جحرها مرة أخرى. كذلك المؤمن ترى أنه مهما طاف وذهب في البلاد وكان هنا أو هنا، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله: فلكل مؤمن سائق إلى المدينة، قلبه مأخوذ إلى المدينة، يحب أن يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك، أي من بركات مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فضل الموت في المدينة. رزقنا الله وإياكم موتة في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الموت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك الشفاعة، أي يضمن لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت فإني أشفع له. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، وقد تحررت الجزيرة العربية من الكفر وأهله، كان يدعو بدعوة غريبة متناقضة في ظاهرها، فكان الناس يعجبون من ذلك، لكنه أعطي ذلك بكرامته عند الله عز وجل. كان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم ارزقني موتة في سبيلك، أي يريد أن يموت شهيدا، وموتة في بلد رسولك. والشهادة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يستبعدونها، فإنه لا حروب في المدينة ولا كفار، وقد تحررت الجزيرة، فكان الناس يعجبون من فعل عمر ودعاء عمر، حتى قتله الكافر المجوسي وهو يصلي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموت في المدينة له فضل عظيم، إذ يشفع لك به النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. وأختم بموقف حضرته بنفسي حول هذا المعنى، وهو فضل الموت في المدينة. وذلك أنني كنت في
رحلة عمرة، وكنت مع جماعة من المعتمرين، وقد انتهينا من العمرة في مكة وذهبنا إلى المدينة، وانطلقنا في حافلة النخل إلى المدينة، فجعلت أكلم الناس في مذياع الحافلة عن فضل المدينة حتى أؤهلهم لهذه المكان، هذا المكان العظيم. فجعلت أتكلم عن فضل المدينة وما لها من الخير والبركة، وذكرت من بين ما ذكرت هذا الفضل، وفضل الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبنا المدينة وكنا قد مكثنا فيها عدة أيام، ففي اليوم الثاني أو الثالث جاءني أحد المشرفين على الرحلة وقال لي: مات رجل ممن كانوا معنا من جماعة المعتمرين، فتعال معي نعزي أهله. وأهله هم عبارة عن زوجة وابن وزوجة ابن، أي جاءوا أسرة يعتمرون. فذهبنا إلى حجرة هذه الأسرة لنعزيهم. فلما دخلت مع الأخ المشرف جلسنا على سرير، والأسرة في مقابلنا على السرير الآخر، فإذا بالأسرة ترحب بنا ترحيبا عظيما ويقومون ب يعني استقبالنا استقبال الأضياف. فقلت للمشرف الذي بجواري وأنا أهمس في أذني: هؤلاء هم الأسرة؟ قال لي: نعم. وأنا مندهش من حالهم، فأبوهم قد مات وهم يستقبلوننا ويضعون أمامنا بعض الأشياء ونحو ذلك. فلما رأيت ذلك قلت لهم: بارك الله فيكم، والله لقد ظننت أنكم لستم أهل الميت، مما أراه فيكم من الرضا والحمد لله والقبول لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا بالناس يقولون لي: نحن فرحون، نحن لسنا بمحزونين، إننا فرحون بموت أبينا، وإن كنا محزونون لفراقه، وذلك لأمرين. أما الأول فإنه كان يتمنى أن يموت في هذه العمرة، وأما الثاني فإنه لما سمع حديث من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت فإني أشفع له، قال في الأتوبيس ونحن في الأتوبيس وأنت تقول الحديث، قال: يا رب مت في المدينة. قالوا: فلما مات علمنا أن الله استجاب دعوته، وأنه له عند الله عز وجل مكان، وهذا سر فرحنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.